فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تكلمنا على أن مس الفرج بالإفضاء ينقض الطهارة، ووقفنا عند قولي فأما مس حلقة الدبر فعنه روايتان، إحداهما لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك. قال الخلال: العمل والأشياء في قوله وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر، لأن المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا ليس في معناه، لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج. هو الحق أنه يتمسك بهذه الرواية ويحمل من مس فرجه فليتوضأ على أن الفرج يقع على الدبر والقبل، لكن قال من مس ذكره، فقال الإجمال بين بقوله من مس ذكره، فيكون الأمر على 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 القبل لا على الدبر. والثاني ينقض نقلها أبو داود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعموم قوله من مس فرجه فليتوضأ، ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. والصحيح الذي ندين الله به أن مس الدبر لا ينقض الوضوء، أن مس الدبر لا ينقض الوضوء. الأصل في المسيس أنه لا ينقض، إذ الأعضاء كعضو واحد، مس اليد، مس الفخذ، مس البطن لا تنقض الوضوء، لا ينقض الوضوء المس، هذا الأصل. فإن قلنا بأن المس ينقض يبقى لابد من دليل، وجاءنا الدليل من مس ذكره فليتوضأ، ففي قول مس فرجه يحمل على قول مس من مس ذكره. وأيضا الشافعي فيه وجاء في المذهب في هذا الباب. لا لا لا، أنا لا يعني لا أعتد بأصحاب الهوى الذين أظهر الله لي في قلوبهم ما أظهر من المواقف، فلا أعتد بهم، يعني لا أعتد بكلامهم ولا أعتد. إن كان ناصحا أمينا فالله جل في علاه سيجعل نصيحته في محلها، وإن كان الهوى هو الذي يحركه إن الله جل وعلا لن يوفق له طريقا بحال من الأحوال، وسيجعل كلامه مردودا عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه العربي وقال له أعطيني فإن مدحي زين وذمي شين، قال لا، ذاك الله، ذاك الله، ومن نظر إلى السماء لا يعبأ بمن في الأرض. قال فصل: وفي مس المرأة فرجها أيضا روايتان، إحداهما ينقض العموم قوله من مس فرجه فليتوضأ. طيب ممكن بس إخوتي الأفاضل الأماجد، أنا خادم لكم وهذا الذي أدين الله به، اجعلوا الأسئلة بعد الدرس حتى يعني أنا بعطي دقيقتين لطرح الأسئلة وأجيب. نعم. أيما امرأة مس المرأة لفرجها فيها روايتان، الرواية الأولى ينقض لعموم قوله من مس فرجه فليتوضأ، من مس من للعموم، والعموم هنا يشمل النساء والرجال. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ولأن آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل. والحق أننا في سنن أبي داود النص التصريحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، نساء شقائق الرجال في الأحكام. الرواية الأخرى لا ينتقد. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله فجريها إذا مست فرجها عليها أن تتوضأ، عليها وضوء يعني، قال لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فتبسم وقال: وهذا حديث الزبيدي وليس أسناده بذاك، ولأن الحديث مشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها، في معنى كوني لا يدعو إلى خروج خارج فلم ينقض. هنا أيضا فيه تأسيس لنا جميعا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أصلح بنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا. فهنا الأصل في ذلك أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، حديث ضعيف. أسس لنا الإمام أحمد أن الأحكام فرع على التصحيح، ولذلك ابتسم قال هذا حديث ليس إسناده بذاك، ولذلك هو قال أنها لا تتوضأ. لكن الحق أن نقول في قول من مس فرجه
هذا على التعميم. ولنا بتقوية التعميم قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالمرأة إن مست فرجها بغير حائل وأفضت إليه. يعني ليس الأمر إلا بالإفضاء، الإفضاء يكون بالكف، كف اليد جميعا، فإن حتى بالأصابع لا ينتقد الوضوء، حتى بالأصابع لا ينتقد الوضوء. فانتقاد وضوء المرأة بمس فرجها باليد، بكف اليد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما لمس فرج الخنثى المشكل فلا يخلو من أن يكون اللمس منه أو من غيره، فإن كان اللمس منه فلمس أحد فرجيه لم ينتقد وضوءه، لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة، وإن لمساهما جميعا وقلنا لا ينقض وضوء المرأة مس فرجها لم ينتقد وضوءها، لجواز أن يكون امرأة مست فرجها أو خلقة زائدة. والمسألة تعلمون أنه مخنث أشكل على العلماء، هو امرأة أم رجل؟ قد يكون الفرج هذا خلقة زائدة، يعني لا يكون فرجا له، فإن مسها فلا ينتقد الوضوء، وإن كان رجلا فإن مس الذكر ينتقد الوضوء. منير خذ رقم منير، جزاك الله خير، خذ رقمي من المشرفين واتصل علي، أبشر خير، لعل الله يحل لك هذا الباب. خذ رقمي من المشرفين واتصل علي، رضي الله عنك. وإن قلنا ينقض انتقد وضوءه، لأنه لابد أن يكون أحدهما فرجا، وإن كان اللامس رجلا فمس الذكر لغير شهوة لم ينتقد وضوءه، وإن مسه لشهوة انتقد وضوءه في ظاهر المذهب، فإنه إن كان ذكرا فقد مسه، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، وإن مس قبل المرأة لم ينتقد وضوءه، لجواز أن يكون خلقة زائدة من رجل، وإن مسهما جميعا لشهوة انتقد وضوءه لما ذكرنا في الذكر. طبعا أصالة إن كانت الشهوة موجودة إذن الرجل إيش مال إلى التصنيف هنا بهذا الباب، فيكون قد مس، والمس يستلزم الوضوء، وإن كان لغير شهوة انتقد وضوءه في الظاهر، لأنه لا يخلو من أن يكون مس ذكر الرجل أو فرج المرأة، يعني مس الاثنين، وإن كان اللامس امرأة فلمست أحدهما لغير شهوة لم ينتقد وضوءها، وإن لمس الذكر بشهوة لم ينتقد وضوءها، لجواز أن يكون خلقة زائدة من امرأة، وهذا عجيب جدا. شوف يبقى إذن ما جعل الأمر مداره على إيش؟ على الشهوة، لم يجعل الأمر مداره على الشهوة في هذه الجزئية. فإن مست فرج المرأة لشهوة انبنى على مس المرأة الرجل لشهوة، فإن قلنا ينقض انتقد وضوءها ها هنا لذلك، وإلا لم ينتقد الوضوء، هم رجحون عدم الانتقاد. وإن مستهما جميعا لغير شهوة وقلنا إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء انتقد وضوءها ها هنا، كل ذلك في الخنثى المشكل الذي لم نعلم هو رجل أم امرأة، وإلا فلا، وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقد وضوء إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس، ولو مس أحد الخنثيين ذكر الآخر ومس الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة أو لغيرها فلا وضوء على واحد منهما، لأن كل واحد منهما على انفراده يقين، الطهارة باق في حقه والحديث مشكوك فيه، فلا نزول عن يقين بالشك، وهذه قاعدة تطبيقها عند الأصولين من الأهمية بمكان، لأنه يحتمل أن يكون جميعا امرأتين فلا ينتقد وضوء لامس الذكر، ليش؟ لأنه خلقة زائدة، ويحتمل أن يكون رجلين فلا ينتقد وضوء لامس الفرج، وإن مس كل واحد منهما ذكر الآخر، احتمل أن يكون امرأتين وقد مس كل واحد منهما خلقة زائدة من الآخر، وإن مس كل واحد منهما قبل الآخر احتمل أن يكون رجلين. قال فصل. وهذا طبعا خنثى المشكل في هذا الباب، يعني الاحتياط فيه الوضوء إن كان المس بالكف، هذا الاحتياط فيه. فصل. ولا ينتقد الوضوء بمس ما عدا الفرجين، إذ الفخذ، البطن، السرة، الذراع لا ينتقد، ولا ينتقد الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفق والأنثيين والإبط، وأيضا في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثيه فليتوضأ، وهذا صراحة ليس فيه ثم الدليل. قلنا الأصل في المسيس أنه عدم الوضوء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما هو بضعة منك. اللهم اجمع أهل السنة على صف الله، يرضى عنك حبيبي، الله يرضى عنك.
وقال الزهري أحب أمير المؤمنين في الحديث أحب إلي أن يتوضأ. وقال عكرمة من مس بين الفرجين فليتوضأ. وقال الجمهور أولى لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه. ولا ينتقد وضوء الملموس أيضا لأن الوجوب من الشرع وإنما وردت السنة في اللامس. ولا ينتقد الوضوء بمس فرج بهيمة. وطبعا أيضا كله غير معتمد وغير معتمد يعني الكلام على 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 فرج الإنسان. حتى أن بعض العلماء قالوا مس فرج غيره لا ينتقد بالوضوء وهذا كلام الظاهرية لأن الحديث قال من مس فرجه ولكن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. نعم. قال الليث بن سعد مفخرة المصريين الفقيه المحدث الجواد الكريم قال عليه الوضوء. وقال عطاء من مس قد الحمار طبعا هذا فيها ما فيها من عليه الوضوء من مس سيد الجمل لا وضوء عليه وهذا عجيب. والصحيح أنه لا وضوء على كل هذا لا وضوء على كل هذا لا وضوء على الإنسان في كل هذا ولأن هذا ليس منصوص على النقد به والأصل أنه لا نقد الأصل أنه لا ينتقد إلا بدليل الأصل أنه لا يقال في النقد إلا بدليل. فإذا خلاصة المسألة من مس فرجه فليتوضأ لكن الأمر في هذا الباب من مس فرجه بكفئه دون حائل فليتوضأ دون حائل فليتوضأ. رضي الله عنك أنيق كم لك من نبل. والنبيل هو الذي عندما يراجع فيرجع هذا النبيل أنا ما الذي عرفته المعتمد عندهم أنه لا يقتل الجماعة بواحد المعتمد عند الحنابلة لا يقتل الجماعة بواحد هذا المعتمد. أحسن الله إليكم. طيب سأترك أهو الآن سأترك دقيقتين للأسئلة حتى ندخل في صحيح البخاري. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.